السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم راح نتكلموا على بعض الحقائق اللي تكشفت في الفيديو السابق للقضيه اللي دارت ضجه كبيره، هي قضيه لقاء صحفي بين محلل قناه الزمالك والصحفي خالد الغندور. طبعا اول ما نتكلموا على تفاصيل وعلى هل بالماضي كان قاصدينه ومن هو الشخص المقصود، اول شيء موقع المغربي اونز ليون المغربي اللي هو بالنسخه الهولنديه يعني لينشر دائما على اخبار المنتخب الوطني المغربي، ياكد انه فوزي لقجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه وضع خطه بي يعني بلان بي كاخر فرصه لوحيد حاليلوزيتش مقابلتين تصفيات كاس العالم في سبتمبر، ومن بعدها راح يوجدوا خليفه وحيد حاليلوزيتش او المدرب اللي راح يكون في مكان وحيد حاليلوزيتش. الاعلام المغربي وبعض مواقع التواصل الاجتماعي لكن احنا نعطوا الخبر لكن ما متحفظين عليه، انه راح يكون بصفه حسب بعض المواقع المغربيه كلوديو رانييري، لكن الموقع هذا مهتم جدا جدا باخبار المنتخب المغربي، اكد انه اخر فرصه لوحيد حاليلوزيتش هي في شهر سبتمبر، وبالتالي اقاله الناخب الوطني المغربي بعد يعني في بعد مقابلتين اثنين في شهر سبتمبر. هذه الاولى حكايه روراوا وكوفيد روراوا وهوهاوا وزلزال هوهاوا، والسعوديه خسرت 8-1 بسبب روراوا والكورونا بسبب روراوا، يعني روراوا عطى اموال باش خالد غندور يسب الجزائر، رانا جايين لها وجايين لخالد غندور بالادله. نقول لكم علاش خالد غندور قال لو يروح بالماضي لو يروح زدشي يروح بالماضي، ولماذا ذكر بالماضي دخله في القضيه، رانا جايين لها. اول حاجه القناه تاع الزمالك سريالاتنا في الفيديو الاول الفيديو الثاني، وهذا خطا منا احنا لاننا من المفروض نديروا تسجيل صوتي، لكن احنا حبينا نديروا فيديو باش نكشفوا هذه القناه تاع الزمالك ولا الاعلامي هذا خالد غندور، لكن للاسف بصحتهم شكاو هذا اذاعه الزمالك وجبنا حتى البلون تاعها يعني المابس تاعها، وين الشكوى هي لقناه الزمالك، وبالتالي بصحتهم داو حقهم. الحاجه الاخرى هما من الخلفيه كامله اللي داروا على هذه الضجه من اجل المشاهدات، وبالفعل وصلت الى غايه 1,600,000 مشاهده في الفيسبوك لفيديو خالد الغندور اللي عنده سوابق مع الجزائر وخاصه مع المنتخب الوطني. اذا نبداو اول شيء بعد ما تكلمنا على حوصله على قضيه هوا كما يقولوا بعض المرضى بفيروس هوهاوا، و فيما يخص الشكوى ووحيد حاليلوزيتش اللي اكدت الصحافه المغربيه وخاصه الموقع هذا المعروف المغربي باخبار المنتخب المغربي انه راح يكون فوزي لقجع موجد بلون بي او خطه ثانيه. راح نعطونا تسمعوا خالد الغندور وش قال في جمال بالماضي في 2019، يعني قريبه ماهيش بعيده، وتعرفوا مدى الكراهيه ل خالد الغندور المنتخب الوطني، واتهامات عديده سابقا في الاتحاديه السابقه وعلى الحكام على عديد من الامور. اذا اول حاجه نسمعوا وش قال على جمال بالماضي. يعني عشان اشوف اذا كان حد بيشجعنا ولا بيشجعناش، كان يعني مفيش حد كان بيشجع مصري المنتخب الجزائري، لكن ما 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 ما, ما تقوليش ان انت محتاج تروح دكتور عيون عشان الاستاد كان بيشجع كله السنغال، ده ما حصلش. ده مش حقيقي. فوجئنا ان جمال بالماضي بيقول هذا الكلام. طب هو بيقول هذا الكلام ليه؟ هو ليه دايما عايز يكون ردوده مستفزه؟ ليه دايما عايز يكون ردوده تعمل مشكله؟ ما هو انت في النهايه احنا بنتعلم من اللي فات، وكره القدم عمرها ما اذا سي خالد الغندور ما ننساقوش وما نفرقوش شي كره القدم ما تفرقش، لا انت فرقت ورانا راهي جايين لها. تتبقى يعني من دون الناس كامل ذكرت بالماضي، كنت قاعد تذكر مدربين اخرين وتذكر في زوتشي ويروح بالماضي، يروح زوتشي يروح بالماضي. بالماضي جا للشعب وقالها، قالها بلي انا نخدم بلادي،
سواء قاعد زرت شي راح زرت شي ما يعنينيش انا جد اخدم بلادي. مي الله غالب انت عندك حقد، حقد ضد اي جزائري، حقد ضد المنتخب الجزائري، وراح نطرقوا عليها وراح نزيد نبين لكم كاين بعض من الله غالب اللي ما يعرفش الله غالب عليه، وكاين اللي عنده مرض، مرض نفسي اسمه كوفيد هاو هاوا او فيروس هاو هاوا، وراح نبين لكم علاش عندهم فيروس هاو هاوا. السيد السيد هذا هل عنده عداوه شديده للروراو؟ كما قلتوا بخي عطى اموال روراو، عطى اموال لخالد الغندور باش باش يبارطاجي الفيديو هذا ويدير النميمه ويزرع البلبله والمشاكل في المنتخب الوطني. قلتوا هكا لي معليش دوك نعطيكم البرهان نتاع واش كانت في الاستوديو في حصه فيها خالد الغندور في دريم. انا خطره انايا عندي سنوات وسنوات من 2008 و2009 وانا نتبع فيه غاب غندور ونعرفه مليح، نعطيكم حتى الترقيب اللقب اللي عيطوا ليه، عيطوا له بندق، سقسيوا عليه مصاروا يقول لكم بندق هو خالد الغندور، معروف باسم هذا بندق، بندق هذا خالد الغندور عنده سوابق، اشتم الحكم اشتم بالدين، سب بالدين حكم داخل ارضيه الميدان، وكاين الفيديو مي احنا نحترموا خوتنا ما نقدروش نفوتوكم الفيديو هذا، كاين فيديو اشتم بالدين، سب الدين في مباراة كرة القدم والناس والكاميرا جبدتها. أعطيكم ونعطيكم واش دار ثاني وإيدي ماي الحكم السيشيلي قال بلي راهي الجزائر تشري في الحكام، واش قال ثاني علاء مبارك اللي جابوا وسبها وهاوا يا أخي كما قلتوا راهو يخلص فيه. هاوليك أنا أعطيك الدليل، أنا ما نكذبش عليك وأنا باش نجيب لي في، أنا ما عندي ما ندير بلي في، أنا عندي بالشهر ونص ما نخدمش عندي نورمال. أنا الفايدة كي نعطي خاوتي معلومة صحيحة. نغلط داكور نغلط بشر ونغلط مي بصح نحاول نجتهد، ما نروحش نكذب فيروس راه راه فيروس راه راه السيد راه راه شو قالوا السيد راه في الاتحاد العربي عنده رئاسه شعبيه واش بقات له سيدي يجي ويخلص خالد الغندور يعطيه دراهم. اسمع علم كبير اسمعوا اسمعوا، خالد الغندور جاب علاء مبارك باش يسبوا راه راه اللي قال لك هم خلصوها. اسمع مليح يطلع مثلا الكباتن المحترف يقول لك انا معلش انا ما كنت انا بحب الكابتن راه راه ولا هو هو الطريق تحبوا يا مرتي معلش اعترف بتحكي شو بتحبوا يا مرتي يا شديد ساعتها لو تحسس عن نبي يطلع مثلا الكباتن المحترف يقول لك انا معلش انا ما كنت انا بحب الكابتن راه راه ولا هو هو الطريق تحبوا يا مرتي معلش اعترف بتحكي شو بتحبوا يا مرتي يا شديد ساعتها لو تحسس عن نبي. الله يهدينا على كل حال، والله يشافي بعض الناس من فيروس هو هوا، ان شاء الله يشافيهم ان شاء الله من فيروس هو هوا. اذا ايضا خالد الغندور عنده زملاء في صحافه من بينها اليوم السابع المصري، شوفوا واش كتبوا على ايدي ماي واتهام صريح للجزائر، اتهام صريح لمن راهو راهو هذا اللي قال لك باللي راهو يخلص خالد الغندور خلصوا عطاه دراهم انعم عطى خالد الغندور دراهم باش يحضر ويقول بالماضي ويقول باللي لونترينر بالماضي راح يستقيل. علم كبير علم كبير. اذا قال لك ايدي ماي ملاكي الجزائر، هذا واش معناه ملاكي؟ روح سقسي البصروه ملاكي تلقاها في البلاكا نتاع السيارات يعني في الماتريكيل يديروا ملاكي يعني حاجه ملكي ملاكي ملاكي يعني هذا ايدي ماي ملك للجزائر، هذا اللي ولا رئيس لجنه الحكام سابقا ملك للجزائر يعني الجزائر تتصرف فيه. لما الجزائر تتصرف فيه لما الجزائر تتصرف فيه علاش الهدف اللي تسجل تاع رواندا ضد اللي في ملعب تشاكر في البريده متر ونص على الخط يا اخي هنا نصرفوا في ايدي ماي ونصرفوا في الحكام وحنا حاكمين الكم بيدينا حاكمين الحكام كامله تاع لافريك ميتر ونص. اما قضيه فيروس روراوا ربي شافي الناس المريضه بفيروس روراوا. انا ما نقولكش انا مش محامي تاع روراوا، روراوا دار حوايج ايجابيه ومليحه وخدم بها الجزائر والمنتخب الوطني ودار حوايج سلبيه، اي بشر فيه حوايج ايجابيه وحوايج سلبيه. اذا يعني كل بشر عنده ايجابياته وعنده سلبياته ومانيش محامي تاع روراوا بصح وشيه ما نعدوش باش نقول يعني نهبطوا النيفو ما نقولش نهبطوا النيفو نعودوا مسخره نعودوا نضحكوا الناس علينا يعني القضيه واضحه عندهم كان يشروا على يا اما المغرب اللي بدات الصحافه تتكلم على البلون بي كما قلنا اما قادر يكون تاع السنغال قادر يكون كما بعض الخوالي اللي كتبوا لي قالوا ممكن تاع تونس داخل هذا
ممكن يكون احتمال ايضا مدرب منذر كبير. لكن تتبقى حاجه واحده، انه بالماضي قلتها ونعاودها، بالماضي ولد الشعب واختار الشعب، والمشروع نتاعو هو التاهل الى كاس العالم 2022 بقطر. خالد الغندور عنده سوابق، عنده سوابق، ويكره ماذا به ليكيب ناسيونال تاع الجزائر ولا المنتخب الوطني الجزائر في الحاضر. هذا لا يعني، لا يعني انه كاينين في مصر مع حاشا الشعب المصري، وكاين اعلام نزيه في مصر، وكاين ناس ولاعبين سابقين يحبوا المنتخب الوطني الجزائري، سواء في الزمالك، سواء في الاهلي، في الاسماعيلي، في كل النوادي المصريه، كاين ناس تحب المنتخب الجزائري، مثل ما كاين لاعبين سابقين يحبوا الكره المصريه ويحبوا المنتخب المصري ويحبوا ما ننساش الخالوق ابو تريكا، الشعب الجزائري اللي يحب ابو تريكا. هذا ما ننساوش، عندنا علاقات رائعه مع الاخوه الاشقاء في مصر. تبقى واحد فريد عنصر هذاك، الله يسلي ربي يهدي على كل حال، ما يمثلش مصر، ما يمثلش الشعب المصري او الاعلام المصري، باش نكونوا متفاهمين. اذا ربي يهدي الناس اللي عندها فيروس روروا، وان شاء الله ربي تبرا من هذا الفيروس الخطير هذا، صراحه فيروس روروا خطير، خطير جدا. اذا في الاخير متقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.